بسم الله الرحمن الرحيم. Atmospheric pressure. First, multiple choice questions. Number one. The opposite figure shows a mercury barometer. Which of the following heights expresses the value of the atmospheric pressure? Atmospheric pressure بنقيس من هنا لحد نهاية المركري كولون، وبالتالي الإجابة number B. Two. In the opposite figure causes decrease in the mercury height inside the mercury barometer. أنا عايز المركري decrease the mercury height، فبالتالي لازم اعلى بالبارامتر، اخد البارامتر دوت على توب الماونتن بحيث ان البريشر يقل فاللينس ده يقل، وبالتالي الاجابه هتبقى نمبر سي، ترانسفيرنج ذا بارامتر تو ذا توب اوف ا هاي ماونتن. 3. تو ميركوري بارامترز اكس اند واي هاف كروس سكشنال اريا 1 سنتيمتر سكوير و2 سنتيمتر سكوير ريسبكتيفلي. جو ذا ريشيو بتوين ذا هايت اوف ميركوري كولوم ان ذا تيوب اوف بارامتر اكس تو ذا هايت اوف ميركوري كولوم in the tube of barometer y is. خلينا نتفق ان البريشر مش بيعتمد على الاريا خالص، البريشر رو جي اتش، وبالتالي لو هما الاثنين عند نفس الليفل يبقى عندهم نفس البريشر، وبالتالي الريشيو ما بينهم 1 to 1. For the presence of a small amount of air in the space above the mercury in the barometric tube leads to the decrease of mercury level inside the tube because لما انا عندي بيكون ده البارامتر وبيكون هنا دي التيوب اللي موجوده وادي المركري اللي موجود جواه، فلو في اير بدل الفاكيوم هنا ده اير فهينزل الميركري لتحت شويه الميركري هايت. طب ده معنى ايه؟ معناه ان البريشر تحت هنا بقى رو جي اتش، وبدل ما يكون يعني في الحته دي البريشر هنا قد هنا، البريشر هنا رو جي اتش بس بلس البي اير، بلس البي جاز اللي جوه مش بلس زيرو. فبالتالي هنا ايه اللي حصل؟ الاير مولكيولز زودت البريشر تحت، انكريز البريشر فقللت من الهايت ده، يبقى بتعمل air molecules بتعمل increase the pressure on the surface of the mercury in the tube. 5. When using mercury barometer to measure the atmospheric pressure at the base of a mountain, then at the peak, the ratio between the length of Torricelli vacuums at the base to that at the peak will be. خلينا نتفق ان انا عندي ده كده عند the surface. اهو رسمتها عشان تبقى واضحة بالنسبة لنا. وادي المركري column. ده فين؟ ده في البيز. طيب لو طلعنا فوق للtop of the mountain أو في البيك هتلاقي إن عندنا البريشر بيقل، فبالتالي المركري كولوم بيقل. هو بيسأل على إيه؟ بيسأل على الفاكيوم اللي هنا، الفاكيوم اللي هنا ده هنا عند البيك. طيب يبقى أنا هجيب الريشيو بتاعة الفاكيوم ده على الريشيو بتاعة الفاكيوم ده، وباين قوي إن هو ده هنا صغير وده الكبير، يبقى less than 1. 6. The opposite figure shows two mercury barometers. Barometer 1 measure the atmospheric pressure in one day and the barometer 2 measure the atmospheric pressure in the next day. Which of the following choices is correct? قبل ما نقرأ الchoices بص لي كده عند الليفل ده. اوكي نفس الليفل. طب بص لي تحت عند السيرفيس ده، هنا الاتش كبيرة في أول day، هنا الاتش اللي حصل لها قلت، البريشر بيعتمدش على الاريا بيعتمد على الاتش، والاتنين نفس المركري، يبقى كده الإجابة C. Atmospheric pressure in the first day is higher. في الفيرست داي اهو الهايت اكبر، is higher than the second day. 7. The opposite figure shows a mercury barometer whose tube is connected to a gas container. If the pressure difference between the enclosed gas and the atmosphere is 40 cm Hg, the height h of the mercury in the tube equals. خلينا نجيب البريشر تحت هنا البي اي، البي اي اللي في النقطة دي equal pressure هنا. باليونتس اوف هايت هيبقى equal h plus البي جاز اللي فوقيه plus البي جاز. طيب ما تيجي نجيب ده هنا، يبقى بي اي minus بي جاز equals h. بي اي minus بي جاز ده الدلتا بي، بقت equal h. الدلتا بي ب 40 سنتيمتر اتش جي، يبقى ال h equal ايه؟ هي نفسها ال 40، وبالتالي إجابة نمبر B. 8. In the opposite figure, the pressure of the enclosed air in the tube above the mercury of barometer 2 is. خلينا نبص كده، الاثنين نفس النوعية، الاثنين mercury، الاثنين عند نفس الليفل، يبقى ال pressure 1 equal pressure 2. Pressure 1 عبارة عن ايه؟ عبارة عن 76 سنتيمتر اتش جي، يبقى هنا ده 76 سنتيمتر اتش جي. اوكي طب و pressure 2 عبارة عن بليونتس اوف هايت، عبارة عن 50 بلس البي جاز، 50 سنتيمتر بلس البي جاز. طب انا عايز البي جاز، هتودي ده الناحيه الثانيه، يبقى البي جاز ايكوال
76 minus 50 هتطلع ب 26 سنتيمتر Hg. 9. The atmospheric pressure reaches 76 cm Hg at sea level. If the atmospheric pressure decreases approximately 10 mm Hg as we rise up 120 meters above sea level, the height of a hill, which is a reading of mercury barometer at its top, was 70 cm Hg is. دي مسألتين في بعض. مسألة الأولى أنا باجي بتعمل بالرو Hg multiply H lower minus H upper. الكلام ده عبارة عن multiply الرو air في ال H building هنسميه H1. ننزل تحت رو Hg H lower minus H upper و رو air في H2. الرو Hg هتروح هنا والرو air هتروح برضو هنا مع الرو air. خلينا نتفق ان هو مديني هنا 120 متر وهنا 10 مليمتر. ده ايه؟ ده الديكريز. الديكريز من كام؟ من الرقم ده. طب ما ده كده عبارة عن H lower minus H upper، مش ده الديكريز؟ يبقى هو ده الفرق. فانا ممكن اعمله ب 10 بس هتحطها مليمتر Hg. اوكي مفيش مشكلة، خلي بالك لازم اليونت تبقى واحدة. هنا H lower minus H upper، H lower اديها لك اهي و H upper اهي، بس دي بالسنتي هحولها ملي. تبقى هنا H lower 76 وهتزود عليها 0 minus 70 وهتزود عليها 0 بقت 700. تروح الناحية التانية H1 بكام؟ H1 اللي هي related للرقم ده ب 120. طب و H2 أنا عايزها كده اليونتس كلها واحدة. خلاص هنبتدي نعمل H2 cross multiplication هتطلع ب 720 متر. يبقى دي الإجابة. 10. An airplane flies at an altitude 3400 meter from the ground. If the average density of air is 1.3 kilogram per cubic meter, the density of mercury is 13,600 kilogram per cubic meter, and the atmospheric pressure at sea level is 76 centimeter Hg. So the atmospheric pressure outside the airplane equals. دي بطريقة سهلة جدا وتعالى ناخدها واحدة واحدة. Rho Hg H lower minus H upper equal rho air في ال H building أو ال height. Rho Hg 13600. H lower بكام؟ 76 بس دي سنتيمتر يبقى multiply 10 بور نيجاتيف 2. H upper واقفل رو اير 1.3 في ال H building 3400. بقى عندي قانون واحد، نبتدي نعمل ده كده ننزله تحت فبقت 0.76 اللي هي دي minus H upper equal 1.3 multiply 3400. الكلام ده على 13600 تطلع بكام؟ تطلع ب 0.325 يبقى 0.76 minus H upper. تودي ده هنا بالبوستف وتدخل ده بالنيجاتيف تعمله ماينس، هتطلع ال H upper ب 0.435. انت كده بتتعمل بالمتر اتش جي. طب حولها المتر. طب عايزها بالسنتي ولا حاجه ملتبلاي 10 بار 2 فال H upper هتطلع ب 43.5 سنتيمتر اتش جي. 11. The opposite figure shows three different positions of a capillary tube which contains an amount of a dry air enclosed by a thin thread of mercury of length 2 cm. If you know that the atmospheric pressure is 76 cm Hg, the pressure of the enclosed air in the three positions A, B, and C respectively. مبدئيا كده نمبر A البريشر هنا equal pressure هنا بتاعت الغاز. فكده البريشر 76 يبقى B غاز هيبقى بنفس الرقم 76 ما فيهاش مشكلة. كده احنا بنتكلم في الإجابة لا B لا C. طيب نمسك اللي هنا B gas equal لفوقي D2 سنتيمتر plus ال BA اللي هو 76 يبقى 2 plus 76 78. طب وهنا ال BA equal ال 2 سنتيمتر دي plus ال B gas يعني ال 76 equal 2 سنتيمتر بلس البي جاز. تودي دبل ماينس يبقى البي جاز equal 74 سنتيمتر اتش جي. خلاص واضحة الإجابة بقت الإجابة سي. 12. The barometer in the opposite figure contains two liquids A and B differing in density. According to this device the barometric pressure is. البارومتريك بريشر عبارة عن رو اتش جي ل فلويد B بعدين رو اتش جي ليه فلويد A وده فاكم ملوش بريشر فبالتالي إجابة
C. 13. A spaceship is revolving around the Earth at an altitude where the acceleration due to gravity is g over 2. The air pressure inside the cabin is maintained at 1 atm. If a barometer of tube length 2 meter is hanging on the wall of the cabin, the mercury in the barometer will be at height equals. طيب نجيبها ازاي واحده واحده كده واحنا البريشر ثابت، يعني البريشر الاولاني ايكوال البريشر الثاني البي اي جوه الكابين هو نفسه البي اي. الفرق ان انا عندي البريشر هنا رو اتش جي في جي، بس الجي هتبقى 1 في الاتش الاولاني. طب والثانيه رو اتش جي في الجي الثانيه في الاتش الثاني. رو اتش جي هتروح مع رو اتش جي، جي على الارض بجي. البريشر على الايرث على السيرفيس نفسه ب 76، فبالتالي الاتش هتبقى ب 76 سنتيمتر. جي 2 هتبقى جي على 2، ده هو اللي قال ده عند الهايت. طب الهايت 2 ده نجيب الاتش بتاعتنا هتبقى بكام؟ اهو هنعمل كده، يبقى ده هيروح مالتبلاي، يبقى الاتش 2 هتبقى ايكوال 152 سنتيمتر. 14. The value of the acceleration due to gravity g on the moon is 1 over 6 its value on earth. So the height of mercury in a barometer on the mercury is. هو المون مفهوش اير، مفهوش اير خالص، وبالتالي مفيش بريشر، يبقى البريشر بزيرو. 15. The height of mercury is h when the atmospheric pressure is 10 power 5 Ba. So the pressure at x in the opposite diagram is. بطريقة سهلة أوي البريشر هنا equal a، تعال نجيبها كده Ba الأولاني equal 10 power 5 equal rho بتاعت ال hg في ال g في ال h. خلي لي دي معاك. طب والبريشر في النقطة دي Bx equals كام؟ equal rho بتاعت ال hg في g في ال h بتاعت الحتة دي. ال h بتاعت الحتة دي كده بقد ايه؟ دي هنا 1 على 5 h، ودي h هتبقى عبارة عن الديفرنس h minus 1 على 5 h، h على 5، وكأنها rho hg في ال g في 4 على 5 h. ادي Bx التاني، هات الاتنين divided بعض 10 باور 5 على Bx equals ده هيروح مع ده، والجي هتروح مع الجي، والاتش هتروح مع الاتش، يتفضل 1 على 4 over 5 cross multiplication ده تايم ده equal ده تايم ده، يبقى Bx equal 4 على 5 multiply 10 باور 5 باسكال. 4 على 5 دي اللي هي 0.8 multiply 10 باور 5 باسكال، وبالتالي الإجابة نمبر B. Problems 1. Calculate the approximate mass of an air column whose cross-section area is 1 cm square, which extend from sea level to the top of the atmosphere, where the atmospheric pressure equals 10 power 5 Pascal, acceleration due to gravity equals 10 meter per second square. هنا دي بسهولة جدا هنقول ان ال BA equal force على area. ال BA دهنا ب 10 power 5، الforce عبارة عن M في G على ال A. 10 باور 5 الماس انا عايزها، الجي عندنا ب 10 والاريا ب 1 بس multiplied by 10 باور نيجاتيف 4. فاينالي الماس هتطلع ب 1 كيلو جرام. 2. The opposite figure shows a balanced movable piston which traps a compressed gas in a chamber. If the mass of the piston is 20 kilogram and its cross sectional area is 8 centimeters squared, calculate the total pressure on the gas inside the chamber. وداني ال BA وداني G. مبدئيا ال B gas equal الماء ال pressure بتاع البيستون plus ال BA اللي فوقيه. فاحنا عندنا تاني ادي ال B gas equal pressure due to piston plus ال BA. ال pressure بتاع البيستون عبارة عن force على area plus ال BA. ال force اللي هي M في G، احنا عندنا الماس ب 20 وال G ب 9.8 على الاريا اللي هي ب 8 multiply 10 باور نيجاتيف 4، الكلام ده بلس ال بي اي اللي هي 10 باور 5، هتطلع بالكالكوليتور 3 4 5 1 2 3 كده باسكال او نيوتن بير متر سكوير. فحضرتك لو مشيت بالبوينت 1 2 3 4 5 فبتعتبر 3.45 multiply 10 باور 5 باسكال او نيوتن بير متر سكوير. 3. Assume that a tornado causes a decrease in pressure to a percentage of about 15% from the standard atmospheric pressure.
Calculate the magnitude of the resultant force which acts on a house door of length 195 cm and width 91 cm as a result of the effect of the tornado on it. And in which direction will this force act? وداني ال 1 atmosphere أو ال 1 bA يعني 10 power 5 نيوتن بر متر سكوير. شو نحلها بسهولة؟ إحنا عندنا ده الهاوس مثلا أهو، فإحنا عملنا هاوس كده، وبعدين عندي ال bA جوه بتبقى جوه كده بتبقى equals 10 power 5 نيوتن بر متر سكوير. طب وال bA بره بيقل بقى، ده اللي بيقل. لما بيكون عند حضرتك في difference في البريشر أوت وإن، بنجيب حاجة اسمها الدلتا بي. طيب في الحالات دي الدلتا بي بتساوي فورس على اريا. طب انا عايز الفورس التوتال، فالفورس التوتال ايكوال دلتا بي في الايه، الديفرنس ان بريشر هو ادهالك، هو قال بمقدار 15%. طب جميل، يبقى انا عندي 15 على 100 ملتبلاي البي اي اللي هو 10 باور 5 ملتبلاي الاريا. الاريا عباره عن لينس باي ويدث. اللينس ده هكتبه 1.95 عشان حولتها لمتر، multiply with 0.91 ونطلع الفورس، هتطلع ب 26617.5 نيوتن. لو مشيت العلامة دي 1 2 3 4 تقدر تكتبها 2.66 multiply 10 power 4 نيوتن. طب الدايركشن مين هيكون اكبر، الله الكبير انسايد ولا اوتسايد؟ لا انسايد اكبر من اوتسايد، يبقى الدايركشن from inside to outside ده الكبير. For a storm causes a decrease of the reading of mercury barometer by a value of 20 millimeter. Calculate the value of the atmospheric pressure in such case where the standard atmospheric pressure equal كذا والدنسي بتاعت المركري الدهنة والجي الدهنة. خليها بسهولة جدا، أنا عندي الدلتا بي equal بي lower minus بي upper. الدلتا بي اللي هو الدهنة، بس الدهنة بالمليمتر لازم تتحول، فتبقى هنا رو اتش جي في الجي في الاتش اللي هي الـ difference equals BL B lower عندنا minus B upper اللي أنا عايز. رو اتش جي 13600، الجي عندنا بـ 10، الـ H أو الـ delta H اللي هو ده اللي هي بـ 20 بس دي ملي يا مستر، يبقى multiplied by 10 power negative 3. B lower 1.013 multiplied 10 power 5 minus الـ B upper. هنودي دي هناك بالبوستيف وندخل كل ده بالنيجاتيف ونعملها على الكالكوليتور في خطوة واحدة، يبقى البي أبر هتطلع بكام؟ 98580 باسكال. هتمشي البوينت 1 2 3 4 فتطلع ب 9.858 ملتبلاي 10 باور 4 باسكال، وده كده معناها هي 9.858، يبقى الـ 8 هتروح هنا تديني 6. 5. A man carries a mercury barometer at the top of a building of height 200 meter where its reading was 74 cm Hg the fall. Calculate the reading or its reading on the ground if the average density of air equal كذا. وداني رو اتش جي، حط قانون مباشر قوي، رو اتش جي equal h lower minus h upper equal رو air في ال h building على طول. رو اتش جي 13600 h lower انا عايزها، h upper دهنا بس بالسنتي هنحولها 0.74 متر، وبعدين نعمل كده 1.3 الكلام ده ملتبلاي ال h اللي هي 200، نودي دي بالديفايد، يبقى ال h lower minus 0.74 equals 0.019، تودي دبل بلس فال h lower هتبقى ب 0.759 اليونت هنا هتبقى متر hg كده. دي الاجابه، لو عايزها بالسنتي طبعا بحولها ملتبلاي 10 باور 2.